دوك حنا نسكنوا شويه برا شويه بعيد عن الفيلاج، نوضوا بكري شويه. كي نوضنا اليوم الصباح انا نوض الصباح ندور انا على صباحي، كي جيت منا ندور استاذ الحيه منا الحفره هذه باقينا دوك حنا لحاجه ربانيه ولا حاجه تاع كيما نقولوا حنا طبيعه. هيا اتصلنا بالامن، كي اتصلنا بالامن جا ولا جا الامن الحق، جا الامن اللي خدم خدمته مع تاع البلديه مع تاع الجيش كاع جاو. قال لك ما تدوروش بها وما داروا هذه السياجه ونتيحه، وقال لك خلوها تقعد وراه نشوفوا كيف نديروا نردموها ولا مش عارف كيف يدير الحل تاعها كيش هو اللي بيديروا. الارض هذا راه اتصل بالجهات المختصه من الامن والبلديه، جاو شافوها والجيش الوطني كذلك ثاني افراد تاع الجيش الوطني الشعبي، وراهم قاموا بالواجب وراهم داروا السياج هذا تاع باش الحمايه تاع الافراد وكل شيء. نتمنى ان شاء الله ثاني من المختصين يجوا يشوفوا هذه الظاهره هذه باش ما تكونش ربما ما يكونش عندهم تاع الفلاحه ولا تاع القيم ولا حاجه، يجوا يشوفوا هذه الظاهره هذه باش ما تكونش خطر على المواطنين كذلك. جزائر تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.